سقط الحسين على نار تلقاه يهرب لبارد ويا ابن سعد وابن سعد بيد القبس يلتهب نارا يصيح احرقوا بيوت الظالمين. يقول الراوي لما رفع راسه راينا ان وجهه تلطخ بدم عليه. الله يرحمه الشيخ عبد الزهر الكعبي الخطيب زميلنا رضوان الله عليه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق وأعز المرسلين حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين في يوم الدين أبي القاسم محمد صلى على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه الغر الميامين المنتجبين ومن تبعهم ووالاهم بإخلاص إلى يوم الدين. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في محاضرة سابقة تابعنا مع بعض كيفية كتابة موضوع عنوانه آية قرآنية. قلنا أن المورد هو عنوان البحث، عنوان المحاضرة، وهذا المورد إما أن يكون آية قرآنية أو رواية أو حديث أو خطبة أو حكمة أو بيت شعر حتى. ولما يكون العنوان آية قرآنية قلنا نبدأ من مباحث الألفاظ، نعطي المعاني اللفظية للآيات، يعني كلمة كلمة نعطي معناها للمستمع اللبيب ونتواصل معه. بعد أن نعطي المعاني اللفظية للآيات نركز على المعاني الاصطلاحية. إذا كان حديثنا مثلا عن الصلاة، الآيات تتحدث عن الصلاة، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. لو جعلنا هذه الآية عنوانا لمحاضرتنا فنتكلم أولا عن الإقامة. هل المقصود بها الأذان والإقامة التي يستحب أن نأتي بها قبل الصلاة، أم أن المعنى شيء آخر؟ هل أن المعنى أن نواظب على الإتيان بالصلاة في أوقاتها والتبكير إليها بمجرد ما يؤذن المؤذن إذا قال الله أكبر حي على الصلاة حي على الصلاة فنقوم لنصلي إلى ربنا، وإن صلينا وأتقننا الصلاة ومقدمات الصلاة هل بهذا العمل أقمنا الصلاة، أم أن الإقامة هي أن تكون هذه الصلاة بعد إتمامها تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، عند ذلك تكون الصلاة قد استقامت كما نشهد لأئمتنا. قلنا في الزيارات نعترف لهم أشهد أنك قد أقمت الصلاة، يعني حافظت على أهدافها، حققت الغاية المرجوة من هذه الصلاة. إذن أقم الصلاة، الصلاة لغة تعني الدعاء، في معاجم اللغة الصلاة تعني الدعاء،
وإذا لاحظتم أن الإخوان من النصارى إذا أراد أن يوصي أحدهم الآخر أو يطلبون من الكاهن أو من القس أو من الأب أو من الأم توسلا ودعاء إلى الله فيقولون له صلي من أجلي، يعني ادعوا لي. فالصلاة لغة تعني الدعاء، أما اصطلاحا فتعني هي الصلاة التي نأتي بترتيبها وتواليها ومقدماتها وخواتيمها كما أمرنا بها سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لأننا يجب علينا أن نصلي كما شاهده السلف الصالح يصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. فنبدأ الصلاة بالوضوء، والوضوء بالماء الطاهر المباح المطلق، ثم ندخل في محراب الصلاة بخشوع بثياب طاهرة غير مغصوبة وفي مكان طاهر غير مغصوب، ونستقبل القبلة وندقق في ذلك ونبكر إلى الصلاة في أوقاتها، ثم نكبر تكبيرة الإحرام بعد أذان وإقامة مستحبات. فإذا دخلنا تكبيرة الإحرام وضعنا أيادينا إلى مناحرنا إلى بعد الأذان، ونوينا تكبيرة الإحرام بصوت عالي بتكبير لله جل وعلا، لأن الصلاة والركوع والسجود لا يكون إلا لله الواحد القهار. وإن كانت هذه الصلاة في مشهد من المشاهد المقدسة أو في قبر من قبور أئمة الهدى ومصابيح الدجى، لأن المؤمن الذي يصلي في هذه المشاهد لا يجعل القبر الشريف قبلة له، ولا يقرأ في صلاته ما يخص ذلك المحتفى به. على العكس، أحيانا تجدون أن صلاة الجماعة في المشاهد المقدسة المصلي وإمام المصلي ظهرهم إلى صاحب المقام، كما في حرم الحسين عليه السلام، حرم العباس عليه السلام، حرم أمير المؤمنين عليه السلام، حرم الجوادين عليهم السلام، حرم الإمام الرضا عليه السلام، حرم الإمام أمير المؤمنين روحي فداه، حرم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام متقدم متوجه إلى القبلة والقبر خلف المصلي، فكيف تكون الصلاة في القبور باطلة وغير جائزة إذا كان القلب والوجه والخشوع والتوجه والألفاظ التي تقال في أثناء الصلاة كلها شهادة واعتراف بوحدانية الله جل وعلا؟ فما دخل صاحب القبر الشريف الذي نصلي عنده أو حول قبره لكي يبطل تلك الصلاة، كما يأتي في آراء بعض أدعياء الإسلام، حيث يفترون علينا بأننا نصلي متوجهين إلى قبور أئمتنا، والواقع غير ذلك. فنرد على هذه الفرية
وهذا الاتهام الباطل بهذا الكلام. إذن أقم الصلاة، بينا الإقامة ما هي، بينا الصلاة ما هي. لدلوك الشمس، الدلوك يعني وقت الزوال، هذا هو المعنى اللفظي له، وضحنا للناس، كثير من الناس لا يعرف معنى دلوك الشمس. إذن كيف كان المسلمون الأوائل يصلون؟ كانوا يزرعون في الأرض سهما، سهما طوله ذراع حوالي 40 سنتي، يزرعونه في الأرض ثم ينظرون إلى الشمس. عندما تكون في كبد السماء لا يكون لهذا السهم ظل، فبمجرد أن تزول الشمس عن كبد السماء مقدار ليبرة تجدون أن لهذا السهم في الأرض أصبح ظلا. هذا الظل هسه بمقدار مليمتر سنتيمتر، دخل وقت الظهر، وعندما يصبح الظل مثله، يعني هذا السهم نفترض هكذا، إذا بلغ الظل هذا المقدار، يعني وجدنا في الأرض مقدار سنتيمتر واحد ظل، دخل وقت الظهر، صلينا صلاة الظهر، سبحنا تسبيحة الزهراء سلام الله عليها، أتينا بالنوافل المستحبة من الأدعية والصلوات المستحبة النافلة بعد صلاة الظهر 4 ركعات صلينا، نجد أن هذا السهم الذي هو في الأرض، هذا السهم الذي هو في الأرض أصبح ظله مثله. يعني إذا طرحنا هذا السهم أرضا نجد أن الظل أصبح بمقداره، دخل هنا وقت العصر، دخل هنا وقت العصر. وهذا البحث بحث فقهي، تلاحظون كيف نضمن مجالسنا هذه الأمور التي يجب أن نبينها للناس. أقم الصلاة لدلوك الشمس، إذن إذا زالت الشمس وجب على المؤمن والمسلم أن يصلي كما أمره الله 3 أوقات وليس 5 كما يدعي البعض. أوقات الصلاة أوقاتها وليس عددها، عدد الصلوات 5 أوقاتها 3 كما في صريح الآية أقم الصلاة لدلوك الشمس. صلاة متواصلة، صلينا الظهر ومستحباتها، دخل وقت العصر فنصلي صلاة العصر، وننوي أن هذه الصلوات هي صلوات العصرين، العصرين أو الظهرين. انتهى، غابت الشمس، وننتظر الغياب إلى آخر لحظته، لأن الله جل وعلا يأمرنا في كتابه المجيد وأتموا الصيام إلى الليل، يعني عند اختفاء الحمرة، واضح، تختفي الحمرة نهائيا ويظهر في السماء نجم سهيل الذي يسبق ضوء القمر، عند ذلك يكون دخل وقت العشاء الأولى، المغرب يسمى صلاة العشاء الأولى. ندخل في صلاة المغرب، ننتهي من صلاة المغرب، نصلي نافلة المغرب صلاة الغفيلة،
ركعتين، تسبيح الزهراء سلام الله عليها، الأدعية المأثورة، يكون قد دخل وقت العشاء الثانية، دخل وقت العشاء، نصلي الصلاة، وكنا بذلك نكون بذلك قد أدينا صلاة العشاءين، صلاة العشاءين. إذن هنا عنا عصرين وعنا عشاءين، واضح؟ العصرين 4 بـ4، العشاءين 3 بـ4، هذه الصلوات. فما هي الصلوات الوسطى؟ هنا حكما من مضمون الآية الشريفة هي صلاة الفجر. صلاة الفجر وقرآن الفجر الذي يتصف بصفات أخرى، ما هي الصفات التي يتصف بها وقت الفجر؟ ملائكة الليل تقوم بواجبها بكلاءتكم وحراستكم وتسجيل ما تأتون به في هذا الليل من صلاة وعبادة وتهجد إلى الفجر. عند الفجر هؤلاء الملائكة يذهبون للاستراحة، يسلمون الدور لمن؟ لملائكة النهار، لأن ملائكة النهار وجند النهار وخدم النهار غير خدم الليل. وهنا يقع المسلم الذي يترك صلاة الفجر في عقوبة مضاعفة، لأنه سوف لا يحظى بشهادة ملائكة الليل ولا بشهادة ملائكة النهار. يا ملائكة الليل، هل قام عبدي فلان ليلا وصلى صلاة الفجر؟ أنتم كنتم إلى الفجر، هل تحرك من فراشه أم أن إبليس عليه لعائن الله زين له نوم الصباح الباكر، وأجل الله السامعين والمشاهدين، تبول إبليس في أذنه فأخذته النومة إلى منتصف النهار. يقول ملك الليل: ربي وسيدي ومولاي ومالك رقي، إن عبدك لم ينهض للصلاة، بل انشغل بالإنترنت والستلايت وألعاب الفوتبول لمتابعة كأس العالم التي تأتي بعض مبارياتها في آخر الليل، ونام عن صلاة الصبح. كما أن عبدتك وأمتك فلانة كانت متعبة من الغسيل ومن الطبخ ومن خدمة البيت وتربية الأولاد، فتثاقلت عن النهوض إلى صلاة الفجر. يتوجه الحق بالسؤال إلى ملائكة النهار: يا ملائكة النهار، هل قام عبدي للصلاة؟ هل قامت أمتي للصلاة؟ يقول: لا يا رب، ما شهدناه قام للصلاة، بل نام نوما هنيئا رغدا، بل نام وتغافل عن حساب يوم الحساب. يا ملائكة النهار، ليتكم نبهتم عبدي إلى أن الأرزاق يقسمها المقسم بين الفجر الكاذب والفجر الصادق، ما بين الفجر وطلوع الشمس، هذه الأوقات التي كان أئمة الهدى ومصابيح الدجى يعبدون فيها الله حق عبادته. أين نحن من هذه؟ إذن أقم الصلاة
لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. الآن بحثنا وعطينا المعاني اللفظية للآيات، نطينا الحكم الشرعي أن الصلوات المشرعة والواجبة على الإنسان في كل يوم 17 ركعة، والفروض 5، وأوقات أدائها 3. نأتي إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هل جمع بين العصرين والعشاءين في حياته؟ نقول نعم. هل فرق بينهما أحيانا في المعارك أو غيرها؟ نقول نعم كذلك فرق أحيانا، ولكن الأعم الأغلب يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن خلاصة البحث أن الله جل وعلا يريد من العبد أن يقف بين يديه لكي يجدد العهد معه ولكي يستقيم على الطريقة الوسطى، يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. إذن بحثنا الآيات من ناحية مباحث الألفاظ والمعنى الاصطلاحي للصلاة، وأعطينا أوقات الصلاة والفروض. هنا بإمكاننا أن ندخل إلى موضوع آخر. خلاصة البحث: الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. هاي خلاصة البحث. زين، نأتي إلى موضوع اليوم: كيف نكتب موضوعا من رواية له علاقة بما قدمنا؟ لو طلب منكم مجلس ليوم 40، 40 الإمام الحسين عليه السلام، والمجالس المطلوبة منكم أكثر من مجلس واحد، ذهبتم للمجلس الأول ومعكم من أصحابكم وعشاق مجالسكم عدة من الناس، فاستمعوا لكم في المجلس الأول وأنتم تقرؤون هذه الآية كمقدمة لمجلسكم: أقم الصلاة لدلوك الشمس، شرحتموها وأديتم حقها. في المجلس الثاني هل من المستساغ أن تعيدوا نفس الموضوع؟ كيف نبدأ؟ نبدأ برواية روي عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام أنه قال: علامات المؤمن 5. خمسة علامات المؤمن 5: تعفير الجبين، يعني كثرة السجود، والتختم باليمين، وصلاة 51، وزيارة 40، والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وضعنا عنوان المحاضرة شنو؟ رواية عن الإمام الحسن العسكري. سنأتي إلى شرح مفردات هذه الرواية. علامة المؤمن الأولى ما هي؟ تعفير الجبين، له علاقة بالصلاة أم لا؟ تعفير الجبين يعني كثرة السجود بين يدي الله. إذن ما الذي يميزك أيها المؤمن عن غيرك في هذه؟ يميزك أنك تسجد على ما أجاز الله لك السجود عليه. نحن نسجد على التراب لأن التراب يقول الحق جل وعلا: منها خلقناكم،
وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. أقدس وأشرف موضع في بدني هو جبهتي وأنفي، أنفي هذا الحمي، أمرغه في التراب ذلا وعبودية لربي. وقد قال سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض التراب مسجدا وطهورا. إذن لا نسجد على السجاد الفاخر فينصرف ذهن الإنسان إلى روعة ذلك السجاد أو حرمانه من هذا الرخاء في المعيشة، حرمانه من هذا الترف. ولا نسجد على ورق العنب، يعني افترضي في يوم من أيام صيام رمضان وتصلون صلاة العصر ولم تجدوا ما تسجدون عليه، ونهار الصوم لدينا 18 ساعة، وهذا الحر القائض، ونزلتم إلى السجود على ورقة العنب، فبدل أن تقولوا سبحان ربي الأعلى وبحمده أقول يا ليتني أأكلك وقد حشيت بالرز واللحم في هذه اللحظة. هذا ما يتبادر إلى ذهن الإنسان. فلذلك لا يجوز السجود على مأكول أو ملبوس، أو ملبوس، لكي لا ينصرف الذهن في تلك اللحظات التي يجب أن يعيش فيها ذروة الخشوع وتجري منه الدموع، وإذا به ينشغل بمعدته بمأكله وملبسه. أعاذنا الله وإياكم من ذلك. إذن علامة المؤمن الأولى قلنا شنو؟ تعفير الجبين. العلامة الثانية، نحن الآن نكتب موضوع عن زيارة الأربعين، تختم باليمين. بماذا نتختم ونحن من المستضعفين؟ من منكم بإمكانه أن يلبس خاتم من الزمرد أو من الياقوت أو من الألماس الذي تتجاوز قيمته آلاف الدولارات إن لم أقل الملايين؟ بماذا يتختم المؤمن؟ بخاتم فضة وملبس بحجر من الأحجار التي كانت من المخلوقات وما زالت من المخلوقات التي ما عصت الله طرفة عين. كل حجر ومدر يسبح لله الواحد القهار. فنتختم نلبس الخاتم في اليمين. لماذا في اليمين؟ وهل هنالك من المسلمين من يلبس الخاتم بالشمال مثلا؟ نعم هنالك. من الذي يلبسه في الشمال؟ نحن نلبس الخاتم باليمين لأنه من علامات المؤمنين كما روي عن إمامنا العسكري عليه السلام عن أجداده الكرام، لأن الشمال يد تلامس النجاسات غالبا تلامس النجاسات. هذه اليد ليست ميمونة، ليست مباركة لا في الكتابة ولا في أكل الطعام ولا في التختم ولا في كل شيء. ما هو دليلي على ما أقول؟ راجعوا بداية سورة الواقعة: فأصحاب الميمنة، ما أصحاب الميمنة؟ اليمن في اليمين،
اليمن في اليمين، وما أصحاب، لماذا لم يقل أصحاب الميسرة اليمين وهذا اليسار، اليمين وهذه الشمال، لماذا لم يقل الحق وأصحاب المشملة؟ يجب أن تستنطقوا العبارات، اقرأوا ما وراء العبارة، تمتلئون بنور محمد وآل محمد. صلي على محمد وآل محمد. قال أصحاب المشأمة، لأن الكافر هو من يعطى كتابه وين؟ بشماله، من وراء ظهره، خجلا من أعماله، بينما أصحاب اليمين، وما أدراك ما أصحاب اليمين؟ أكيد نحن لسنا من السابقين، السابقون السابقون أولئك المقربون، 124,000 نبي، أوصياؤهم أولياؤهم، نحن لسنا بهذا المستوى، ولكن إن شاء الله بحبنا لمحمد وآل محمد نكون من أصحاب اليمين. إذن نتختم باليمين. وعند القنوت إذا لاحظتم أن بعض المؤمنين يقلب الخاتم لكي يواجه الحجر السماء، هذا عندما نقول في قنوتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة، هو يقول آمين، يقول ربنا آتنا، كذلك يكرر معنا، يقول لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يكرر، يحفظ هذا العهد، ويقف يوم القيامة شاهدا يقول إلهي إن عبدك وأمتك فلانة وقفوا بين يديك، أنا أشهد في اليوم الفلاني، في الفرض الفلاني، في الساعة الفلانية، في المكان الفلاني، ورفعوا اليد بالضراعة إليك وأنا أشهد وكنت معه أؤمن على ما يقول. هل الحجر ينطق؟ هل الحجر يشهد؟ أقول نعم، كل من طاف ببيت الله وحج واعتمر عندما يصل إلى الحجر الأسود يرفع يده تحية ويسلم عليه قائلا أيها الحجر الأسود، أمانتي أديتها، أمانتي أديتها، وميثاقي تعاهدته، لتشهد لي يوم القيامة بالموافاة، اشهد لي عند ربك أيها الحجر الأسود بأني عندما استطعت الحج إلى بيته سبيلا أديت حجة الإسلام وقمت بما علي، فيشهد الحجر الأسود لي ولكم يوم القيامة بأن وفينا ما بذمتنا من العهد والوعد لهذا الحجر الأسود. إذن تختم باليمين، من تختم بالشمال قال مبررا هذا العمل كما ورد في تفسير روح المعاني للسيد حامد الآلوسي المعتزلي البغدادي، يقول لما اتخذت الرافضة التختم باليمين شعارا لها وجب علينا التختم باليسار بالشمال لكي لا نوافقهم على رأي أبدا،
فبارك الله فيه وفي رأيه وفي من اتبعه. ونحن بإذن الله تعالى يوم القيامة نمضي مع إمامنا الذي قال لنا تختموا باليمين، وليمضي هو مع من شجعه على التختم بالشمال ليكون من أصحاب المشأمة. مبارك عليه مستقبله، ومبارك علينا جنتنا وفردوسنا بحب محمد وآل محمد. العلامة الثالثة صلاة 51، هل هنالك صلاة بهذا الاسم؟ إذن ما هي الصلوات اللي يكون مجموعها 51؟ إذا قلنا أن الصلوات الواجبة كما قدمنا في شرح الآيات 17، يبقى 51 ناقص 17 34 ركعة، هي نوافل التي نؤديها في كل يوم وليلة، منها 11 ركعة هي صلاة الليل التي تورث البهاء والهيبة والنور في الوجه وتفتح أبواب الرزق من حيث نحتسب ولا نحتسب في صبيحة اليوم الذي نؤدي فيه صلاة الليل. إذن بقية هذه الصلوات صلاة نافلة، صلاة مستحبة، وكما يسميها بعض إخواننا في الدين صلاة سنة، يعني عملا بسنة النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته الكرام. إذن تعفرت جباهنا لأننا في كل يوم وليلة نصلي 51 ركعة، نصلي 51 ركعة. بعد العلامة الرابعة قبل أن ننتقل العلامة الرابعة، الذين هم على صلواتهم يحافظون. إذن ما هي علامة المؤمن؟ المحافظة على الصلاة. فليراقب كل منا نفسه. علامة الرابعة زيارة الأربعين، وهنا ذهب البعض ليحرف الموضوع عن مساره الصحيح، قال لعل المقصود زيارة 40 مؤمنا ومؤمنة. نقول في جوابه لو أن في قريتنا 15 بيت، وهذه البيوت ليس فيها إلا رجل وامرأة، فالمجموع 30، فمن أين نأتي بالبقية لكي نعد من المؤمنين؟ أو أن في مدينتنا عشرات الآلاف من المؤمنين والمؤمنات فنكتفي بزيارة 40، وإذا زرنا 41 فنكون من غير المؤمنين؟ نرى أن هذا الرأي هزيل لا يصمد أمام الدليل. إذن ما المقصود بال40؟ زيارة 40، لأن المؤمن والمسلم إذا فارقت روحه الدنيا يحتفل أهله يوم دفنه، يصلون له صلاة الوحشة، يقيمون العزاء والمأتم عليه 3 أو 7. إذن عند وفاته 7 أيام العزاء الأولى، هذا أول العزاء، وبعد مرور عام على ذكرى وفاته يحتفلون بذكرى مرور عام على وفاته، هنالك مناسبة وسطى. وخير الأمور أوسطها،
هنا الإمام يركز على ضرورة الاحتفال باليوم الأربعين لكل متوفى، خاصة إذا كان الشهيد هو الحسين عليه السلام. وقد عادت السبايا من رحلتها الشاقة ووصلت إلى قبر أبي عبد الله الحسين عليه السلام في يوم 20 من صفر، فيكون قد مضى على شهادته المباركة 40 يوما عدا كاملا ليس فيه أي نقص. فإنما نزوره في يوم 40 لنواسي إمامنا زين العابدين عليه السلام وعمته الحوراء زينب روحي فداها وبنات الرسالة وأيتام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بقي لدينا العلامة الخامسة نؤجلها للدرس القادم بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. على نار تلقى يهرولي بارد ويا ابن سعد وابن سعد بيد القبس يلتهب نارا يصيح احرقوا بيوت الظالمين. يقول الضاوي لما رفع رأسه رأينا ان وجهه تلطخ بدم عليه. الله يرحمه الشيخ عبد الزهر الكعبي الخطيب زميلنا رضوان الله عليه.